بعديد فرق مقصومة ولا تدع معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا أكرم الأكرمين. بداية حقيقة والله أشكركم من صميم قلبي لأنكم تركتم دفء الفراش وحنان الأهل وجئتم لتعيشوا مع الجبال ومع الصخور من أجل أن ترفعوا كلمة لا إله إلا الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإن شاء الله أنتم مرابطون، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، فإن شاء الله طالعين ابتغاء وجه الله. لا تريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما بدكم مناصب ولا بدكم أن ترتفع راية لا إله إلا الله وراية الحرية في هذا البلد، ونتخلص من هذا من هؤلاء الطغاة المجرمين إن شاء الله. فإن شاء الله في 4-5 قواعد بسورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى حضنا أن نتمسك بها، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة كافرة ظالمة مجرمة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فبدوا ثبات. وربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بدوا ثبات. أنت طالع ابتغاء وجه الله، ولا تصدق إذا يعني أنت نايم بفراشك مع أهلك، إذا جيت المنية بدك تموت هنيك، لا المدفعية ولا الصاروخ ولا الطيارة بتموتك. وأكبر دليل سيدنا خالد خاض عدة مئات المعارك وبعد ذلك قال وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت عين الجبناء. الموت وقت البنت الإنسان أجله بده يجي، إن كنت عم تقاتل ولا قاعد ببيتك ولا قاعد أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، بده يكون لكم ورد. وأكثروا من قولي حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حسبنا الله لازم يكون لكم ورد. كل عشية بدك تنام حصن نفسك بسورة بآية الكرسي على الجهات الستة على الجهات الأربعة والمعوذات، واقرأوا شيئا من القرآن، وياسين لما قرأت له، اقرأ سورة تبارك. إذا لا سمح الله كانت المنية ربنا بعيزك من عذاب القبر. عشية اقرأها جماعيا، واحد يقرأها أو إذا معكم مسجل اسمعوا كلكم سورة تبارك، بهذه إن شاء الله حصن. وإن شاء الله إذا كان الواحد يعني خلص مريته الله بيحفظه من عذاب القبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا، عطول بدك تذكر الله، عطول بدك تذكر الله، لأن الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتمدنا على الله، لا السلاح ولا البارودة ينصر الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، وأطيعوا الله ورسوله، إطاعة الله بدنا نطيع الله. الصلاة إلا الصلاة، الصلاة إلا الصلاة ما بنتركها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، نصلي على وقتها، نصلي جماعة، اللي يكون إن يكون يكون هوني يكون أمير، إذا كنتم ثلاثة فأمروا، لازم يكون كل يكون أمير ومسؤول عنكم. شو بقول الأمير؟ ما كلنا نكون روس، كل واحد بده يمشي على خاطره، فهذا يد الله مع الجماعة. شدوا عضدك بأخيك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا بين بعضكم، إياكم والخلاف، إياكم والنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. بده صابر. النصر بعد الصبر، إن مع العسر يسرا. إن شاء الله الله بيكرمكم والله بيأسلج قلوبكم والله بيكتبكم مرافقين. وإذا نلتم الشهادة فيا هنيئا لمن نال الشهادة. أول أمر أن يغفر له من أول دفقة دم، أن يرى مقامه في الجنة، أن يجار من عذاب القبر، أن يأمن من الفزع الأكبر، أن يتوج بتاج الكرامة الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها، وأن يزوج ب72 من الحور العين، وأن يشفع ل70 من أهله. فالله يرضى عليكم والله يوفقكم والله يثبتكم، وإن شاء الله منكحل عيوننا جميعا بالنصر القريب إن شاء الله. فإن شاء الله الآن الحصار على دمشق، وإن شاء الله النصر قريب بمعونة الله وبجنودكم المفتولة. فالله يرضى عليكم والله يوفقكم.
والله يثبتكم، والحمد لله رب العالمين على نية القبول والتوفيق والفرج الفاتح.